محفوفا بعناية الله تعالى ودعاء أبناء شعبه الوفي، غادر البلاد ظهر اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. يلتقي خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالة سلطان البلاد المفدى من أخيه فخامة الرئيس المصري، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم عزه الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وصاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء ركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء ركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. حفظ الله تعالى جلالة السلطان المعظم في سفره وأوبته، ومتعه بتمام الصحة وكمال العافية، ويسر له سبل النجاح والتوفيق في كافة مساعيه لخير شعبه وأمته.